طيب ايه نوعية المشاكل اللي ممكن تكون بتقابل الشباب اول ما بيبتدوا شغل؟ بصي، بيبقوا حاطين نفسهم تحت ضغط ان هم عايزين يثبتوا نفسهم من اول يوم. اهم حاجة لما تكون داخل على شغل جديد ان انت تفهم الدنيا ماشية ازاي، مديرك عايز يشتغل معاك ازاي، الناس اللي حواليك بتشتغل ازاي. كل شركة ليها طبيعة، في شركة مثلا شركة عائلية فبتستند قوي على ان الناس تتعامل فيس تو فيس وتتكلم في كل حاجة، وممكن كمان يبقى العواطف فيها بتلعب دور. في شركات تانية مثلا زي الشركات اللي هي بتبقى مدرجة في البورصة او شركات عالمية ليها سيستم، فبقى ليها جايد لاين تقريه تفهم الشركة دي شغالة ازاي. فاول ما تخش على شغل جديد انت محتاج تفهم المكان اللي انت فيه ايه طبيعته وايه طريقة الشغل، الناس بتحب تشتغل ازاي. ودي بتيجي ان انت تسمع كتير، تفهم الناس اللي حواليك بتقول ايه، تسأل كتير، وما تحاولش ان انت تستعجل انك تقول رأيك في الاول. يعني تفضل تاخد كده انبوت تسمع اكتر ما تتكلم. بالظبط، لغايه ما يبقى الاوتبوت اللي ممكن تطلعه حاجه كبيره، بدل ما تقول حاجه صغيره النهارده تستنى شويه وتطلع حاجه تكون يعني اكبر واقيم للناس.